UL 7F Oxygen Concentrator 5 لتر. أول حاجة معانا هنا زرار الباور، عندنا هنا الفلوميتر اللي بيقول لي أقدر أخد من 1 لتر ل 5 لتر. عندي هنا مخرجين، الأوتلت أوكسجين والأوتلت موبلايزر، وعندي الكب. الأوتلت أوكسجين يدخل هنا في الكب مع الدس الوتر، يعمل رطوبة في الهواء اللي هيدخل لي بعد كده. تعالوا معانا بقى نستعرض الاكسسوارز بتاعت الجهاز. اول حاجه عندنا الفلتر البكتيري. الفلتر البكتيري ده بيبقى جوه الجهاز، حاجه بتنقي الهواء من البكتيريا والاتربه. وبعد كده معانا الوصله النيزل برونش، دي اللي بتوصل بالاوتلت بتاعت الاكسجين اللي هي توصل بعد كده بالكب عشان نقدر نتنفس الاكسجين اللي هيطلع من الجهاز. وعندنا وصله النوبلايزر. وصلت النوبلايزر هتوصل بالاوتلت، دي هتطلع من الاوتلت هتوصل بالكب اللي هيبقى فيها الدواء بعد كده، واما هيبقى معانا الماوس بيس يا اما ماسك لو احنا محتاجين.